مساء النور، مرحبا بكم في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بأخبار نسور قرطاج. حافظ المنتخب الوطني التونسي على المركز 30 والثالث ليه على مستوى في مستوى القارة الإفريقية في ترتيب اللي أصدرته اليوم الفيفا في الترتيب متاع القارة الإفريقية. ثم السنغال حافظ على المركز الأول، المغرب في المركز الثاني، تونس في المركز الثالث، نيجيريا في المركز الرابع، والكاميرون في المركز الخامس. وعلى مستوى الترتيب العالمي نفس المنتخبات الخمسة هي اللي في المراكز الخمسة الأولانية. منتخب البرازيل اللي باش ينافسوا نهار 27 سبتمبر وديا هو اللي في المركز الاول في الصداره، في المركز الثاني منتخب بلجيكا، ارجنتين في المركز الثالث، فرنسا المركز الرابع، وانجلترا في المركز الخامس. وفي اخبار منتخبنا لاقل من 20 سنه، برمجت الجامعه التونسيه لكره القدم زوز مباريات ضد المنتخب الفرنسي الاواسط، الاولى نهار 21 سبتمبر والثانيه نهار 24 سبتمبر، وزوز مباريات هذوما باش يتلعبوا في ملعب رادس. مباريات هذه تدخل في نطاق استعدادات منتخبنا لتصفيات كاس افريقيا للامم لاقل من 20 سنه، واللي باش نواجهوا خلالها المغرب، ليبيا والجزائر في دوره باش تلعب في مصر في اكتوبر. في أخبار أنديتنا، ترجي عمل اليوم الحصة التدريبية الأولى الصباحية في جربة، والمدافع ياسين مرياح من المنتظر يلتحق العشية بمقر التربص اللي يتواصل حتى 2 سبتمبر القادم. التربص هذا غايبين عليه ثلاثة ملاعبية هما منتصر التريكي، علي المرزوقي، محمد علي العرفاوي. بالنسبة لعلي المرزوقي، محمد علي العرفاوي الأقرب هو يا أما فسخ العقد والانتقال في شكل انتقال حر، وإلا الانتقال في شكل إعارة في قادم الأيام. في انتظار طبعا معرفة مصير منتصر التريكي إن كان باش يمشي في إعارة وإلا لا، ولكن من الثابت ماهوش باش يفسخ العقد نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي. الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب اليوم مباراة ودية ضد الاتحاد المنستيري في ملعب بوعلي الأحوار. ومستقبل الرجيش أعلن اليوم عن انتداب متوسط الميدان يحيى حسن البالغ من العمر 17 عام في عقد مدته 3 سنوات. يحيى حسن ذا لاعبي متكون في ريال بيتيس الإسباني في الأصناف الشابة، وسبق له تقمص أزياء نجم المتلوي. في أخبار الميركاتو في العالم، الجزائري سلام سليماني أمضى اليوم عقد بمدة موسم مع إمكانية إضافة موسم آخر مع نادي بريست الفرنسي، وهو ثالث فريق فرنسي باش يلعب فيه إسلام سليماني بعد ما كان تقمص أزياء كل مليون موناكو. فريق ذايا باش يلقى فيه بطبيعة مواطنه ولد بلاده يوسف البلايلي. والإيفواري سيرجوري باش يمضي في الساعات القادمة عقد مدة موسم أو موسمين، مش واضحة الأمور حتى التوا، مع شكون؟ مع نادي نوتنغهام فورست. وفي البرسا تم اليوم الإعلان رسميا عن إعارة المدافع سامويل أومتيتي إلى نادي ليتش الإيطالي حتى جوان 2023. وفي إيطاليا، المهاجم البولندي أركاديوس ميليك يوصل اليوم إلى تورينو من أجل إجراء الفحوصات الطبية قبل الإمضاء رسميا مع اليوفي، بعد ما تم الاتفاق مع أولمبيك مارسيليا على عقد إعارة مدة عام، القيمة متاعه 1 مليون يورو، وبند شراء غير إجباري قيمته 7 مليون يورو. خارج تونس، إياب الدور التمهيدي الرابع من الأوروبا ليك، آخر مرحلة قبل مرحلة المجموعات، باش نعطيو المباريات المهمة. ثم وحدة تهمنا اللي هي الثمانية متاع ليل في رانج فاروش يواجه شامروك روفرز الإيرلندي، ومباراة الذهاب كانت انتهت بفوز زملاء عيسى العيدوني في رانج فاروش الموجود في قائمة الفريق اليوم، كان انتصر في الذهاب في رانج فاروش 4-0. والستة متاع العشية سيفاسبور يواجه مالمو السويدي، وفينرباتشي يواجه أسترا فيينا. في نفس الدور ولكن من الكونفرنس ليج، ايك سولنا السويدي واجه اف سي سلافسكو تشيكي، مباراه الذهاب كانت انتهت بثلاثة اهداف لصفر للفريق التشيكي. ياسين العياري وشقيقه طه الزوز موجودين في قائمه ايك سولنا. سته زده كيف كيف، اف سي بالي استقبل سي اس كا صوفيا في بازل اللعبه، وسيف الدين الطيف موجود في قائمه اف سي بال، واف سي بال كان انهزم في مباراه الذهاب هدف لصفر. ومول في هارفار في نفس التوقيت يستقبل اف سي كول، الصخيري موجود في قائمة اف سي كول، ومول في هارفار هو اللي كان انتصر في مباراة الذهاب هدفين لهدف. والحدث اليوم في اوروبا هو قرعة المجموعات لرابطة الابطال الاوروبية اللي تنطلق الخمسة متاع العشية في اسطنبول في تركيا، وتنجم تتابعوها على قناة اليوفا على يوتيوب، على قناة بيان سبور العربية الفرنسية، كانال بلوس وار ام سي وبرشا قنوات اخرى. نعطيكم الفرق المترشحة والمستويات متاع الفرق باش تفهموا قداش باش تنجم تكون القرعة هذه صعيبة برشا، ونجم نلقاو مجموعات حديدية بلغتنا احنا. في الشابولول ثم ريال مدريد هو صاحب اللقب، اينتراخت فرانكفورت الفائز بالليغا اوروبا، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بورتو، أجاكس والميلان. في الشابو الثانية نلقاو ليفربول، تشيلسي، برشلونة، اليوفي، أتلتيكو مدريد، إشبيليا، لايبزيغ وتوتنهام. في الشابو الثالثة نلقاو بوروسيا دورتموند، شختار دانييسك الأوكراني، سالزبورغ، إنتر، نابولي، بنفيكا، سبورتينغ، وباير ليفركوزن. وفي الشابو الرابعة باش نلقاو رانجرز، أولمبيك دو مارسي، كلوب بروج، سلتيك، فيكتوريا بيلزن، دينامو زغرب، وإف سي كوبنهاغن.
النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاهم على موقعنا موزايكا فام بونيت.